الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، اليوم ننتقل إلى الفصل الثاني اللي هو Energy Balance on Non-Reactive Process، موازنة الطاقة للعمليات التي لا يحدث فيها تفاعل كيميائي. الفقرة الأولى Calculating Change Enthalpy in Enthalpy and Internal Energy. المهم لكتابة الانرجي بالانس هو حساب الانثالبي تشينج بين الانلت والاوتلت، لذلك يجب ان نحسب السبيسيفيك اور مولر انثالبي والانترنال انرجي. لذلك تسمى الانثالبي والانترنال انرجي بدوال الحالة، ودوال الحالة معناها المواصفات التي تعتمد على الحالة الابتدائية والنهائية لهذه العملية. اللي يهمنا في الانرجي بالانس ان نكتب دلتا اتش سبيسيفيك اللي هي H2 ناقصا H1، يعني outlet ناقصا inlet، وكذلك الدلتا U U2 ناقصا U1. اخذنا في شابتر رقم 1 كيفية حساب الدلتا H من الستيم تيبل، وكانت مخصصة فقط الى الماء اللي هو H2O. إذا نريد نحسب الانثالبي أو الانترنال انرجي لمادة أخرى غير الماء، كأن تكون غاز أو سائل أو في منطقة الطورين، مثلا نريد نحسب دلتا اتش للميثانول، للأسيتالدهايد، للأسيتون، للهواء، لأي مادة أخرى. طبعا ما نقدر نستخدم الستيم تيبل في هذه الحالة، لذلك لابد من أن نحسبها عن طريق المعادلات. كما عرفنا سابقا انه من الانثالبي هو دالة الى درجة الحرارة والضغط، وهذا تعلمناه بالستيم تيبل، انه من تتوفر درجة الحرارة والضغط نقدر نحسب الانثالبي. لذلك من الناحية الرياضية لو تم عمل total differentiation او differential التفاضل كلي لهذه الدالة، فتكون دلتا H هي عبارة عن partial H إلى partial T بثبوت ال P dT، زائدا partial H إلى على partial P بثبوت ال T dP. هذا هو التعريف الرياضي للإنثال. الحد الأول من هذه المعادلة partial H إلى partial T بثبوت ال P يسموها السعة الحرارية، السعة الحرارية يسمونها constant pressure heat capacity CP، السعة الحرارية بثبوت الضغط، لأنه أغلب العمليات الكيميائية تتم بثبوت الضغط، لذلك تحسب CP. CP هي تغير الإنثالبي على تغير درجة الحرارة بثبوت الضغط، وهذه طبعا تحسب السي بي تحسب اكسبيريمنتال، وهي كمية الحرارة المضافة بثبوت الضغط على التغير في درجة الحرارة. ايزوباريكالي معناها ثبوت الضغط. هذا بالنسبة الى الحد الاول من المعادلة. الحد الثاني من المعادلة بارشيال اتش الى بارشيال بي، هذا ما معروف، وانما يحسب من علم الثرموداينامكس، لابد نحتاج نجيبه من الكيميكال انجينيرينج ثرموداينامكس. شافوا هذه القيمة، تأخذ هي قيمة صفر إلى الغازات، ولكنها تساوي القيمة مال هذا الحد تساوي الفوليوم اللي السوائل أو المواد الصلبة، ولكنها تساوي صفرا في حالة الايديال غاز. لذلك تكتب الدلتا اتش بالشكل التالي،
دلتا اتش الى الغازات تساوي الانتجريشن. طبعا يجب ان ننتبه انه هذه دلتا اتش هنا هي ليست سبيسيفيك، وانما هي عبارة عن كيلو جول، هذه هي تكون عبارة عن كيلو جول على مول، او عبارة عن كيلو جول فقط. في هذه المعادلة دلتا اتش راح تساوي كيلو جول. دلتا اتش هو عبارة عن انتجريشن، اذا هذه من هذه الدالة عوضناها هنا، يعني هذه صارت عبارة عن سي بي دي تي، هذه هي معناها الحد الاول، انتجريشن من تي 1 الى تي 2 سي بي دي تي. هذه المعادلة تستخدم للغازات فقط. زين. الى اما اذا اريد نستخدم المعادلة هذه للسوائل او المواد الصلبة، اذا اريد نستخدمها للسوائل والمواد الصلبة، فنستخدم المعادلة كالتالي: دلتا اتش انتجريشن من تي 1 الى تي 2 سي بي دي تي، هذا قيمة الحد الاول. الحد الثاني بي 1 انتجريشن من بي 1 الى بي 2 في دي بي، هذه تستخدم الى المواد الصلبة والسائلة، في حين انه هذا يستخدم الى الغازات. المعادلتين 2-2 و2-3 تحفظ، هذه مطلوبة للحفظ، يعني لحساب الانثالبي للغازات والسوائل والمواد الصلبة. اما اذا نريد نحسب اليو الانترنال انرجي، شافوا الانترنال انرجي دالة الى درجة الحرارة والفوليوم اللي هو الحجم، وايضا لو تم عمل التفاضل الكلي للدالة U فراح تكون بالشكل التالي: DU سوينا partial U الى partial T بثبوت ال V DT، زائدا partial U على partial V بثبوت ال T DV. الحد الاول، هذا الحد سموه constant volume CV، CV السعة الحرارية بثبوت الحجم. ثبوت الحجم معناها وعاء مغلق او اسطوانة مغلقة. اذا السعة الحرارية بثبوت الحجم هي تشبه CP اللي هي تسمى السعة الحرارية بثبوت الضغط. لذلك هنا isochorically هذه معناها بثبوت الحجم. هذا بالنسبة إلى الحد الأول عرفناه على أنه CV. الحد الثاني أيضا نحتاج أن نعرفه من علم الثرموداينامكس، أيضا باستخدام الثرموداينامكس، هاي إذا أنتم ماخذينها وما مطلوبة منكم لازم أن نعرفها. هذا الحد الثاني يساوي زيرو، ويكون قيمته يعني identically zero، يعني تحديدا هو يساوي صفر للغازات المثالية، وقريب الى الصفر للمواد السائلة والسوليد. لذلك يمكن ان نكتب دلتا يو بالشكل التالي: du تساوي الانتجريشن من تي 1 الى تي 2 cv dt، بهذا الحد cv تساوي العفو ديو من تي 1 الى تي 2 سي في دي تي. هسه قيم السي في السي بي و السي في يجب ان تكون معطات او مدونه على شكل جداول، ولا ننسى بانه السي في والسي بي هي قيم ثابته تقاس مختبريا لجميع المواد السائلة أو الصلبة أو حتى الغازات. ليش كتبنا الدلتا اتش والدلتا يو بهذا الشكل اللي يقصد المعادلات 2-2 و2-3 و
2.5. المعادلات هذه قلنا تحفظ. لو نجي إلى البي في دايجرام اللي رسمناه سابقا، اللي رسمناه بالشكل التالي، فرضا هذا البي في دايجرام، هذا عبارة عن P وهذه الفوليوم، لنعيد رسمه من جديد أفضل. البي في دايجرام هذا بي وهذا الفوليوم وعرفنا انه هذا ساتوريتد ليكويد والخط الثاني هو الساتوريتد فيبر وما بينهما منطقة الكلورين. نجي لو كانت اغلب العمليات اللي هي تتم بثبوت الضغط، هذه ثبوت الضغط، هذه طبعا هي منطقة الليكويد، هذه فيبر زائدا ليكويد، وهذه هي منطقة الفيبر او نسميها الغاز، يعني اما فيبر اور غاز. مثلا من النقطة رقم 1 إلى 2 هذه ليكويد، من 2 إلى 3 في منطقة الطورين، من 3 إلى 4 يكون غاز. زين، احنا تعلمنا كيفية حساب الانثالبي إلى الماء عن طريق الستيم تيبل. يعني كيف نحسب الانثالبي الى السائل؟ يعني نريد نحسب هنا السائل اللي هو فرضا في هذه المنطقة يكون ليكويد، زين في هذه المنطقة تو فيس، في هذه المنطقة يكون عندي غاز. يعني اجي شلون احسب الانثالبي الى الليكويد؟ يعني بهذه المنطقة أريد أحسب دلتا H، لازم أعرف أنه هذا عبارة عن ليكويد من منطقة 1 إلى 2، شلون أحسب له الإنثالبي؟ هنا أيضا كيف أحسب الإنثالبي لمادة تتحول من ساتوريتد ليكويد إلى ساتوريتد فيبر؟ هذه طبعا دلتا اتش الى الليكويد، هذه دلتا اتش اذا عندي من ليكويد الى فيبر يصير دلتا اتش فيبرايزيشن، من 3 إلى 4 ايضا هذه احسبها دلتا اتش الى الغاز. هسه اجي هنا بالنسبه الى كيفية حساب الانثالبي لمواد اخرى، مثلا اللي حكينا عليها ميثانول او اسيتالديهايد او اي مادة عضوية اخرى غير الماء، نحسبها عن طريق المعادلات. لذلك احنا من كتبنا المعادلة هذه اللي هي الانثالبي دلتا اتش يساوي لنا سي بي دي تي فور غازز، هاي المعادلة دلتا اتش سي بي فور غازز، وين هم وين موقع الغازز؟ هذا من 3 إلى 4، تحسب قيمة الدلتا اتش عن طريق انتجريشن من T1 إلى T2. ليش؟ لان هذه يمر بمنحنى درجة حرارة يختلف عن المنحنى رقم 4، يعني الازوثيرم اللي يمر ب3 يختلف عن الازوثيرم اللي يمر بالنقطة رقم 4. إذا أريد نحسب الدلتا اتش للغازات نستخدم هذه المعادلة، ولازم نعرف الغازات شنو نقصد بها، نقصد بها في هذه المنطقة.
أما إلى دلتا اتش إلى السوائل مثلا اللي هو هذا السوائل مثلا من 1 إلى 2 نحسب الإنثالبي الانتجريشن من T1 إلى T2 هذه T1 وهذه T2 CPDT زائدا التشينج VDP طبعا الفوليوم هذه رقم 1 يختلف عن الفوليوم رقم 2 إذن هنالك تشينج بالفوليوم لذلك هذه المعادلة تستخدم في للسوائل والمواد الصلبة إذن إنه هذه المعادلات ينطبقا للسوائل والغازات وكذلك الحال بالنسبة إلى الدلتا يو الدلتا يو هذه تستخدم إلى الفور إلى الليكويد فور ليكويد أند سوليد ليكويد دي يو تساوي انتجريشن من تي 1 إلى تي 2 سي في دي تي واللي هاي نقصدها بثبوت الحجم تكلمنا عن قيم ان الدوال دلتا اتش والدلتا يو هي تسمى دوال الحالة لا تعتمد على القيم الابتدائية والنهائية اقصد هي تعتمد على القيم النهائية والابتدائية لهذه الدالة بغض النظر عن الباث اللي موجود بها هذه تسمى hypothetical process path يعني الانتقال ما بين الانلت او الاوتلت او ما بين نقطتين كيف يتم على منحنى البي في دايجرام هنالك مجموعة من العمليات اللي هي تتم اذا نريد نرسم مثلا العمليات اللي نقصدها مثلا لو اخذنا نجي على البي في دايجرام هذا الرسم جدا مهم اللي هو البي في دايجرام لان تلاحظون احنا في كل سؤال او مثال او شرح هذا البي في دايجرام يكون موجود لو رسمنا هذا البي في دايجرام نجي هسه نشوف مثلا نختار عملية بثبوت البرجر وين خط ثبوت البرجر هذا خط بي يساوي كونستانت زين نجي وين الخط اللي يكون درجة الحرارة تكون بي ثابتة هذا الخط اللي تكون بي درجة الحرارة ثابتة طبعا هنا يجي على نفس يجون نفس الخط وبعدين ينزل هذا خلي نسميه مثلا T1 اكو ايزوثيرم ثاني مثلا اعلى منه راح يسلك السلوك التالي طبعا في منطقة الطورين راح يكون ثابت ومن ثم يبدي ينزل هذه T2 هذه تساوي T2 وأيضا نرسم مثلا أي درجة حرارة نقدر نعرفها هسه معناها T2 أكبر من T1 وهذا P1 إذا نريد نسميه P1 نقدر نقول هذا P1 أيضا هذا P1 أعلى من عنده راح يكون P2 فرضا أني أريد أنتقل من نقطة إلى أخرى من فرضا هذه اختار هذه النقطة رقم 1 خطأنا في مسح السؤال نقدر أن نرسم من جديد مرة أخرى هذا هو الـ PV diagram
هذه منطقة P1، يعني هذه P1 وهذه P2. خطوط درجة خطوط الضغط الثابت هذه على شكل خط مستقيم. نجي إلى مثلا خطوط الحجم الثابت، وين خطوط الحجم الثابت؟ هاي، هذه مثلا نقول V1 وهذه V2. خطوط ثبوت درجة الحرارة أيضا عندي، هذه أقدر أقول هذه من هنا لهنا، هذه T1. T2 طبعا T2 راح تكون أعلى من T1. هسه نجي مثلا أنا عندي النقطة رقم واحد اللي هي هذه النقطة، فرضا هذه هي نقطة رقم واحد، راح أخذها بهذا الشكل، هذه واحد، والنقطة رقم اثنين هذه الفوق. شلون أنتقل من النقطة رقم واحد؟ طبعا النقطة رقم واحد واثنين هي في منطقة الغازات. عندي أكثر من احتمال. الاحتمال الأول أنه أنا من واحد بثبوت الحجم، هذا الممر، ومن ثم من هذه النقطة هذه احتمال، يعني أجي من النقطة رقم واحد إلى النقطة هذه، نقدر نسميها مثلا A، من النقطة رقم واحد إلى النقطة رقم A. معناها شنو هذه العملية؟ العملية تتم بثبوت الحجم، والضغط شبيه يزداد، درجة الحرارة شبيه ترتفع، ومن ثم من النقطة رقم A إلى النقطة رقم 2. هذا أحد الاحتمالات، يعني نقدر نقول إنه الاحتمال الأول اللي هو من واحد إلى A ومن ثم إلى 2، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، من واحد إلى هذه النقطة، خلي نسميها B اللي أقصد هذه النقطة، الاحتمال الثاني من واحد إلى B، ومن ثم من B إلى 2، يعني الاحتمال الآخر هو من واحد إلى B ومن ثم إلى 2، هذه كلها ممرات. يعني نجي الحالة رقم 2، من واحد إلى B الحجم شبي قل، إذا يقل الحجم معناها انضغاط، وبعدين من B إلى 2 عملية تتم بتغير في الضغط وثبوت الحجم، هذه أيضا أحد الاحتمالات. الاحتمال الثالث أنه نقدر ننتقل مباشرة، من 1 إلى 2 بهذا الشكل، وهذه إذن من واحد إلى اثنين، طبعا من واحد إلى اثنين شنو الضغط؟ الضغط يرتفع، الحجم يقل، درجة الحرارة ترتفع، هذه تسمى الممرات. إحنا شنو هدفنا؟ ننتقل من واحد إلى اثنين. لذلك هنالك مجموعة من العمليات، مثلا تغير الضغط بثبوت درجة الحرارة، change in pressure at constant T. لو نجي نرسم هذا change in pressure
at constant t. لو نجي نرسم الكونستانت تي اول حالة change in pressure in constant t. لو نرسم ال PV diagram هذا P V اجي ارسم خط ثبوت درجة الحرارة. خط ثبوت درجة الحرارة هو يجي هذا يسمونه ايزوثيرم بهذا الشكل. اجي change in pressure, change in pressure at constant T. هذه مثلا اخذ بالنسبة الى الغازات فرضا. اذا اجي على الغازات مثلا من النقطة رقم 1 او 7 مثلا الى 8، هنا الضغط ب8 اعلى من الضغط ب7، ولكن كلهم at constant pressure. بالنسبة الى مثلا النقطة 9 و10، طبعا 9 و10 سوائل، الضغط في 10 هذه الضغط هنا، قيمة الضغط هنا أعلى من قيمة اللي موجودة في 9، ولكن اثنيناتهم شنو عند نفس درجة الحرارة. أيضا 7 و8 الضغط ب8 أكبر من الضغط ب7، وهذه العملية طبعا بالنسبة إلى الغازات هذه change in pressure at constant temperature. إذا وهنا بالنسبة إلى السوائل، بالنسبة إلى التو فيس ما يصير لأنهم اثنيناتهم at the same temperature and pressure. إذن هذه للسوائل وهذه إلى الغازات، هذه تسمى change in pressure at constant temperature. لو نجي إلى العملية الأخرى اللي هي change in T at constant pressure. Change in T at constant pressure إن شاء الله نكملها في المحاضرة القادمة إن شاء الله.